بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طالبة جامعة الأبياء قسم الكيمياء التخصص كيمياء تحلية 4، مرحب بكم في أولى محاضرات التعليم الإلكتروني في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي نأمل أن تزول في أقرب وقت ممكن. بسم الله، اليوم حنبدأ في إعطاء أول محاضرة خاصة بمادة كيمياء تحلية 4. طبعا نحن خدينا من قبل تقريبا محاضرتين، حكينا عن المنهج وحكينا عن المطلوب منا في هذا المنهج، لكن من اليوم حنبدأ نعاود نفس الكلام اللي خدينا شوية بشكل سريع باش ندير عملية تذكرة وريفريش للطالب لما تم أخذه سابقا مع محاولة تكملة المنهج بالكامل. طبعا نحن في السمستر هذا حنحكوا على سبكتروسكوبي، وانا حنقسم المنهج الى عدة اجزاء. الجزء الاول حنحكوا في ما هو السبكتروسكوبي، ولكن قبل الدخول الى جزئية السبكتروسكوبي بالشكل التفصيلي الدقيق نبي ندير ريفرش بسيط ل الكيمياء التحليلية. بما أن مادة كيمياء تحليلية 4 فدير ريفرش بسيط إن شنو هي الكيمياء التحليلية. الكيمياء التحليلية ببساطة ممكن نعرفها إن هي عبارة عن علم القياسات، لأن المحلل الكيميائي يجاوب على سؤالين هامات جدا جدا جدا. شنو السؤالين؟ السؤال الأول what chemicals are present in the sample، هذا ممكن نصنفوه نقولوا عليه اللي هو كواليتيتيف، اللي هو يختص بالكواليتيتيف تحليل، اللي هو التحليل الكمي، شنو انواع الكيمياء المواد الكيميائيه الموجوده في العينه. السؤال الثاني الهام جدا يجاوب عليه اللي هو المحلل الكيميائي اللي هو وير ار ذا كيميكالز ان ذا سامبل، وير ار ذا كيميكال ان ذا سامبل. ببساطه اللي هو كوانتيتيتيف اللي هو تحليل كمي. معناها انا لما جينا نحكي عن كيمياء تحليلية نقول إنه هو علم القياسات، ويعطينا إجابة على سؤالين هامين اللي هو التحليل الكمي والتحليل النوعي. شنو التحليل الكمي؟ هو يخبرنا عن كمية المادة الموجودة في العينة. أما التحليل النوعي فيخبرنا عن شنو نوع المادة في العينة. بالإضافة إلى السؤالين الأساسيين هذين عندنا أسئلة أخرى. الكيميائي أو المحلل الكيميائي المهتم بالتحلية يجاوب عليه، مثلا where are the chemicals in the sample، وين بالضبط؟ هل في الليفر، هل في الكدني، هل في البراي مثلا for example. أسئلة أخرى مثلا are metal complex، هل عندنا نحن metal complex ولا لا، في عندنا acid ولا لا، في polymers ولا لا، هل polymers متجمع وعبارة عن حبيبات كريستالية. فدينا عدة أسئلة أخرى يجيب عليها طالب الكيمياء، أو نقول من مش كل طالب الكيمياء، المحلل الكيميائي المهتم بعلم التحليل. فهي تذكرة بسيطة بعلم الكيمياء التحليلية. تمام، سبق وشرحنا أن تقريبا عندي tools أدوات في الانسترومنتال analytical chemistry. كما نخش في الأدوات هذين نبي نذكركم بنقطة أن الكيمياء التحليل هو اسمه نحن قلنا تنقسم إلى كيمياء تحليل نوعي وتحليل كمي. التحليل النوعي في منه الفيزيائي وفي منه الكيميائي، وشب سبق شرحنا كيف شنو الفرق بين الفيزيائي والكيميائي، وقلنا عن التحليل الكمي قلنا ان في منه اللي هو الكلاسيكي وفي المودرن. فمن هنا جاء موضوع الانسترومنت، ان انا عندي في التحليلات عندي تحليلات كلاسيكيه وعندي تحليلات مودرن حديثه وقديمه. بطبيعة الحال لما نجي نحكي إن أنا نبي نستخدم إنسترومنت أو إنسترومنتس هنقول عليه إنه أجهزة، بطبيعة الحال نبي نستخدم أجهزة معناها حنعدي دي الطريقة القديمة من الطريقة الحديثة. أكيد حنعدي الطريقة الحديثة، لأن الطريقة القديمة تقريبا فيها مور هاندلك في استخدام يدوي أكثر من الطريق من وجود الأجهزة. فهنا السبكتروسكوبي تعتبر تندرج تحت الطرق الحديثة اللي هي تحت الأجهزة. فهنا اشهر انواع تولز للانسترومنتال انالايتيكال كيمستري، من اشهرها السبكتروسكوبي
الأساسي في هذا السمستر إن شاء الله. في أدوات أخرى أو طرق أخرى من ضمنها الكروماتوغرافي اللي هو الكيميكال سيباريشن الفصل الكيميائي كروماتوغرافي، في كذلك الماس سبكتروميتري، في من ضمنها كذلك الالكتروكيمستري، الالكتروكيمستري اللي تعتمد على الالكترو الكهربائيه بالاحرى، وفي كذلك من ضمنها جرافي ميتري. نحن تركيزنا حيكون وين؟ تركيزنا كله حيكون على السبكترو سكوبي. طبعا ننتقل بعدها لبعض التعريفات الأساسية في الكيمياء أو في التحليلية، خلينا نقول عليها بعض التعريفات الأساسية. أول تعريف هنا نقول في الجدول قدامي اللي هو الأنالايت، الأنالايت ثم يأتي الماتريكس. ما هو الأنالايت وما هو الماتريكس؟ نحن لما نقول سامبل، لما نجي نقول سامبل، ما المقصود بالسامبل؟ السامبل يقولوا عليها بالتعريب إنه العينة. السامبل مما تتكون السامبل؟ السامبل تتكون من الانالايت، السامبل تتكون من الانالايت بالإضافة إلى الماتريكس، الانالايت بالإضافة إلى الماتريكس. شنو هو الانالايت؟ الانالايت هو الجزء الكيميائي اللي أنا بنقيسه. نقوله تعريف واحد آخر، هو الشيء الذي نهتم بدراسته. مثلاً أنا نبي نحلل نسبة الكلورايد في عينة مياه البحر. معناها شنو الانالايت اللي عندي؟ الكلورايد، هو هذا الانالايت اللي عندي، كلورايد في مية البحر. نبي نقيس اي مادة كيميائية مثلا في التربة، اي مادة مثلا الصوديوم. من هو الانالايت حيكون عندي؟ حيكون عندي الانالايت هو الصوديوم اللي في التربة. معناها التربة حيكون هو السامبل، لكن الانالايت بتاعي هو حيكون صوديوم. لو انا لو مية البحر مثلا، حيكون السامبل هو عندي سي ووتر، مية البحر. لكن شنو الانالايت؟ اللي هو الكلورايد اللي بندرس نسبة الكلورايد في مية البحر. هذا الانالايت، هذا الجزء الاول يتكون منه السامبل. الجزء الثاني هو الماتريكس. شنو هو الماتريكس؟ الماتريكس اللي هو اي مادة غير الانالايت، اي مادة غير الانالايت موجودة مع الانالايت اللي انا نبي نقيسه. يعني اي مادة موجودة مع الانالايت اللي انا نبي نقيسه، ممكن يكون ليكويد، ممكن يكون سوليد، ممكن يكون ميكس، ميكسد ماتيريال، ممكن يكون سائل او صلب او مواد مختلطه موجوده مع الانالايت اللي انا بنقيسها. مثلا لما انا خديت عينه البحر، يعني احنا العينه بتاعنا السامبل بتاعنا هي عينه مياه البحر اللي هو السي ووتر، نبي نقيس شنو؟ نبي نقيس الكلورايد. حيكون الانالايت عندي انا الكلورايد. لما ناخذ عينه البحر، حيكون مع عينه البحر هذه حيكون في شواب اخرى، مثلا رمله، بعض الأعشاب، أي أجسام صلبة أو أي مواد كيميائية أخرى، هذه يمكن يعتبرها ماتريكس. لكن وين المهم عندي، أو وين الشيء المهم اللي عندي، اللي هو الكلورايد اللي أنا نقيسه، اللي هو حيكون اسمه الأنالايت. تمام. بعدها ننتقل إلى تعريف واحد آخر اللي هو الديتكتور. الديتكتور شنو هو الديتكتور؟ الديتكتور بالعربي هو الكاشف. الديتكتور بالعادة يوجد في الجزء الأخير من أي جهاز. شنو وظيفة الديتكتور؟ الديتكتور هو عبارة عن جهاز يستخدم لتسجيل الكمية، سواء كانت فيزيائية أو كيميائية. جهاز يستقبل كمية فيزيائية أو خاصية فيزيائية أو خاصية كيميائية ويخزنها، هذا هو الديتكتور. الديتكتور يتكون من ترانسديوتر، سنسور، أنالوج سيجنال وديجيتال سيجنال. فالديتكتور هذا يتكون من أربع تعريفات اللي تحتها، اللي هو الترانسديوسر والسنسور والانالوج سيجنال والديجيتال سيجنال. شن كل نوع شن هو؟ الترانسديوسر هو الجزء الحساس من الكاشف، والذي يحول الكمية الفيزيائية أو الكيميائية إلى إشارات كهربائية. احنا شن قلنا هذا ديتكتور؟ قلنا هذا ديتكتور انه هو جهاز يستقبل الكمية الفيزيائية والكيميائية ويخزنها. يجي بعد على طول الترانسديوسر. الترانسديوسر جزء حساس يعمل على تحويل هذه الكمية الفيزيائية والكيميائية اللي تم استقبالها وتخزينها، يحولها إلى إشارات كهربائية، إلى إشارات كهربائية. هذا الترانسديوسر. بعد يجي للسنسور. السنسور ممكن يقولوا عليه إنه هو ديفايز
جهاز يعمل كأنه مونيتور لي بارتيكولار كيميكال. جهاز يكون مونيتور كمراقب شاشة لي كيماويات معينة أو شيء كيميائي خاصية كيميائية معينة مثل بي اتش الكترود، مثل بي اتش الكترود هذا خاص بمالو بالبي اتش. بعدها على طول يجي الانالوج سيجنال، الانالوج سيجنال اللي هو ترانسديوسر اوتبوت such as فولتاج اللي هي الفولتية والكرنت اللي هو التيار او لايت انتنسيتي اللي هو شدة الضوء. يجي بعد اخر جزء والجزء المهم اللي هو النهائي اللي يعطينا الرقم اللي هو الديجيتال سيجنال. شنو يدير الديجيتال سيجنال؟ الديجيتال سيجنال يعرض الكمية الفيزيائية او الكيميائية اللي تم تخزينها يعرضها لي على هيئة ارقام في النهاية. يعني بشوية الديتكتور هو الجهاز الذي يعمل على استقبال الكمية الفيزيائية والكيميائية وتخزينها، بعدها يعدل الترانسديوسر اللي هو الجزء اللي الحساس اللي يحول الكمية هذه الفيزيائية والكيميائية يحولها الى اشارات كهربائية، بعد يمر في السنسر والانالوج سيجنال يصير عملية تحويلات، ومن ثم ينتقل الى اخر نقطة اللي هي الديجيتال سيجنال اللي هو يحول الانالوج سيجنال لاشارات الانالوج يحولها لي الى نمبر الى ارقام مثل 3022 هذا يعتبر رقم. يعني في النهاية يعني مثلا انا لو بنقيس تركيز كما قلنا نحن نقيس تركيز الكلورايد مثلا في مية البحر استخدمنا سبكتروسكوبي، بعد ما نعرضه المادة للضوء يطلع منها شعاع، الشعاع هذا يمر في الديتكتور في النهاية يعطيني رقم، الرقم هذا يعبر لي على تركيز الكلورايد في العينة اللي أنا كنت مهتم بها. طبعا بعدين حيكون بشكل أوضح إن شاء الله حيبين عنا الموضوع هذا، لكن أنا التعريفات هذه مهمة بيشترسخ في عقل الطالب. في مصطلحات أخرى كيف جدول قدامي هذا، طبعا في مصطلحات معينة مهتم فيها في جدول مش كل المصطلحات مهتم بيها، لكن أنا نبيك تكون على اطلاع بها. لما نجي نقوله أول مصطلح اللي هو sensitivity اللي هو الحساسية، sensitivity شنو المقصود بالحساسية؟ الحساسية a detector or instrument that responds to only small change in analyte concentration and is sensitive اللي هو detector الكاشف أو الجهاز اللي عنده ردة فعل لتغير بسيط في تركيز الانالايت، هذا هو السنسيتيفيتي. يعني نعتبره السنسيتيفيتي هي خاصية من خواص الجهاز اللي أنا نستخدمه. السنسيتيفيتي مدى قدرة الجهاز على إعطاء ردة فعل لحدوث تغير بسيط في تركيز الانالايت، هذا تعريف السنسيتيفيتي. بعدها نجول النقطة الثانية اللي هو سيلكتيفيتي. سيلكتيفيتي انتقائية. سيلكتيفيتي ببساطة انه يكون الجهاز اللي انا بستخدمه انتقائي لشيء معين. مثلا انا نستخدم في جهاز الفليم فوتوميتر، مثلا جهاز الفليم هذا عنده انتقائية انه يقيس في عناصر الصوديوم الليثيوم كالسيوم، عنده انتقائية لهذه العناصر، ما يقدرش يقيس مثلا عناصر أخرى كيف الكبر ولا الحفاق كيف الكبر كيف الحديد غيره ما يقدرش يقيسه، فهو هذا هو انتقائية، معناه جهاز هذا انتقائي لنوع معين من الآلايت. السيلكتيفيتي معناها السنسيتيفيتي، والسيلكتيفيتي خواص مميزة لجهاز الأرانب تستخدم. طبعا عندنا السامبل نحن حكينا عليه بدري، قلنا ان هو السامبل ببساطة ممكن يفوت التعريف هذا كله الموجود قدام السامبل يفوت هذا كله، ونكتب ان هو السامبل يساوي الانالايت زائد او بلس الماتريكس. هيك انا عرفت السامبل بشكل صحيح. بعد نجولي الكاليبريشن كيرف. الكاليبريشن كيرف شنو مقصود بالكاليبريشن كيرف؟ كيرف هو المنحنى بتاعنا، منحنى الكاليبريشن بتاعنا. شنو تعريفه؟ linear or non-linear function relating instrument response to a signal to analyte concentration. المقصود بها ان انا يكون عندي علاقة بيانية ما بين analyte concentration تركيز الانالايت مع السيجنال الخاصة بالجهاز مع اشارات الجهاز. يعني واحد على المحور الصادي واخر على المحور السيني. المحور الصادي مثلا حيكون عليه
اللي هو السيجنال الخاص بالجهاز، والمحور الصادي حيكون عندنا الكونسنتريشن تركيز الانالايت، وفي النهايه يعطيني خط اما لينير او يعطيني نون لينير خط، يعني يعطيني شكل خطي او لا خطي. بعد عن التعريف المهم الاخر اللي هو الانترفيرنت اللي هو المتداخلات، شو تعريفه؟ another chemical in the sample that either affect the instrument's sensitivity to the sample. نحن نبدي لما حكينا على matrix analyte، قلنا لو نحن خدينا عينة sea water، وقلنا إن مثلا لو sea water هذا العينة ما نأخذها في معه matrix مثل عملة مثل أعشاب مثل أي شوائب أخرى، فالبحر بروحة المية بروحة فيها جميع انواع العناصر الكيميائيه اللي تخيلها في راسك. فلما انا نجي ندير تحليل، انا المطلوب مني تحليل الكلورايد، معناها اي ماده كيميائيه خاطئه للكلورايد ممكن تدير لي انترفيرنت. مثلا الفلورايد، مثلا لو كان في ميه بحر في فلورايد وانا بنقيس الفلورايد، في فرق بين الفلورايد والكلورايد. الفلورايد هذا مرات يدير عمليه انترفيرنت، تداخل ياثر لي على حساسيه الجهاز اللي انا بنستخدمه لقياس الكلورايد. في هذه الحاله حيسمى انترفيرنت اللي هو المتداخلات، اي ماده كيميائيه اخرى موجوده في العينه والتي تؤثر على حساسيه الجهاز. هذا هو تعريف الانترفيرنت. اخر تعريف عندي مهم هنا اللي هو ديتكشن ليميت سي ام اي ان اللي هو المينيمم، أقل شيء يعني، أو أور طبعاً سي إم هذا الاختصار بتاعه. حتى هو هذا خاصية من خواص الجهاز، ممكن تكون مكتوبة على الجهاز، لما جيت أخذ الجهاز يكون مكتوبة على في المانوال بتاعه في الكتالوج الخاص بالجهاز. شنو المقصود بالديتكشن ليميت؟ هو أقل تركيز من الأنالايت يقدر الجهاز يقيسه. The minimum detectable concentration of analyte، أقل تركيز للانالايت ممكن الجهاز يكشف عليه. لان ضروري تعرف ان في علم التحليليه، خاش واجد في موضوع التجاري، فمستحيل الشركات يصنعوا لك جهاز في جميع المواصفات اللي انت تبيها، مستحيل، مش هتكسب ان شاء الله. فالشركات المسؤوله عن تصنيع الاجهزه المستخدمه في التحليليه كل مره يعطوك أجهزة على حسب إمكانيات، متى ممكن يوفروا جهاز عنده قدرة كشف عن التركيز 0.2 بي بي ام، معناها لا ما نقدرش تحت 0.2 بي بي ام ما نقدرش نقيس التركيز بهذا الجهاز. لكن لما أنا يعطيني جهاز واحد آخر مثلا يقدر يقيس 0.0002 بي بي ام، معناها هذا عنده قدرة كبيرة أن يقيس تركيز قليل جدا من العين. في هذه الحالة أنا حيكون detection limit بتاعه عالي، detection limit عالي. لكن لو كان الجهاز الأول اللي هو 0.2 بي بي ام فقط، حيكون detection limit بتاعه حيكون واطي. في هذه الحالة أنا حتى البرايز يختلف، حيكون السعر detection limit اللي هو العالي حيكون سعره أغلى من الجهاز الآخر اللي هو detection limit بتاعه مش عالي. فهذه مصطلحات كاملة مهمة جدا باش نعرف أنا شنو المصطلحات هذه لما جيت تطرح عليك بعدين قدام إن شاء الله راح تخرج، واللي يشتغل في الشركات واللي حتى يدير شغل خاص بالكيميائية أو الكيمياء التحليلية، المصطلحات هذه اللي بنمر عليها يمر عليه يكون عارفها شنو المقصود بها وشنو الفكرة منها. الآن حندخل في كيمة تحلية أربعة، هنحكوا على سبكتروسكوبي. إحنا قلنا سبكتروسكوبي هو أداة من أدوات الكيمياء التحلية الخاصة بالأجهزة. فشن تعريف سبكتروسكوبي؟ تعريف سبكتروسكوبي هو أي إجراء يتم استخدام تفاعل الإلكتروماغنتيك راديشن مع المادة. ببساطة خلينا نسهلها، هو عبارة عن تفاعل ما بين الإلكتروماغنتيك راديشن اللي هو الشعاع الإلكترومغناطيسي مع المادة اللي أنا بنقيسها لتحديد التحديد الكمي النوعي بالإضافة للتحديد الكمي.
نعرضها للالكتروماجنتيك راديشن باش باش نعرف شن نوعها او باش نحدد شن تركيزها. هذه ببساطه. طبعا في دي جي يقول ان السبكتروسكوبي هو عباره عن تفاعل الماده مع الضوء. شنو الضوء؟ هل يقصد الضوء العادي المرئي اللي نحكوا فيه هذا؟ في هذه الحاله لو هو هيك المقصد بتاعه معناها الكلام غلط، لان الضوء هو جزء من الالكتروماجنتيك راديشن، مش هو الالكتروماجنتيك راديشن. تو قدام هنعرفوا شنو المقصود بكلامي هذا. معناها السبكتروسكوبي هو عباره عن تفاعل الماده مع الشعاع الالكترومغناطيسي لكي نوجد خاصيه او لكي نقوم بتحليل كمي او نوعي. نلاحظوا هنا لما استخدمت التعريف استخدمت كلمة matter، لم استخدم كلمة substance. على ما اعتقد اني شرحت النقطة هذه في المحاضرة، ولكن عودها تول الجماعة اللي ما حضروش او الجماعة ممكن حتى نسوا المعلومة هذه، ان الفرق بين matter والsubstance. substance هي مادة معروفة شن هي وشن معروفة شن ما هي جوهر المادة معروفة، لكن matter مادة مش معروفة شن هي، قد مجهول حتى التركيز، مجهولة بالكامل. لكن substance فهي تطلق لفظ يطلق على مادة معروفة كيميائيا شن هي، ممكن حتى يكون شن تركيزها. فهنا ما نقدرش نحط substance، حطيت matter، لأن أنا نفاعل المادة مع الإلكتروماجنتيك راديشن حسب نحدد شن نوعها أو شن كميتها. باقي الكلام هنا إن spectrometry particularly in region of the electron spectrum is one of the most widely used method للتحليل. هنا في السبكترو اكثر منطقة يتفاعل معها او يتم استخدامها هي منطقة الفيزيبل ريجن. شنو ما هي منطقة الفيزيبل ريجن؟ هي المنطقة المرئية، الفيزيبل ريجن المنطقة المرئية. طبعا المنطقة المرئية لاحظوا ان المنطقة المرئية هي جزء من الالكتروماجنتيك سبكترو، من المطياف الالكترومغناطيسي، هي اكثر استخداما في التحليل. هذه نقطه. كذلك طريقه النقطه الثالثه السبكتروسكوبي يعني ممكن نستخدمها لتحديد ديتيرماين ميكتشر اوف انلايت، خليط من الانلايت. مثلا انا بنحلل نسبه الصوديوم، نسبه الليثيوم، نسبه البوتاسيوم مع بعضها، ممكن عن طريق السبكترو نقدر انا ندير طريق، نقدر نحدد، ما فيش مشكله. حتى even if their spectrum overlap، حتى لو كان ناتج هذا عمليه السبكتروسكوبي هو السبكترا، ممكن يدي في overlap، في مفهوم الاوفرلاب المقصود بها هو التداخل. لكن انا ممكن نلغي موضوع التداخل هذا لخليط من الانلايت عن طريق استخدام more than one wavelength، أكثر من طول موجين واحد، عن طريق استخدام أكثر من طول موجين واحد. آخر نقطة the instrumentation is also available، متوفرة. هنا هذه التقنية تعتبر متوفرة، هذه من مميزاتها. UV visible spectrometer اللي هو يختص بمنطقة UV اللي هو والvisible اللي هو ضوء المرئي، يعتبر inexpensive، مش غالي، و easy to operate، وسهل التشغيل. من كل مميزات خاصة بالسبكترو. لما نبي نعرف ان احنا كنا سبكتروسكوبي تفاعل المادة مع الالكتروماجنتيك راديشن، بقى شنو هو الالكتروماجنتيك راديشن؟ شو هو الشعاع الالكترومغناطيسي؟ من اسمه الشعاع الالكترومغناطيسي ممكن اني انا نعرفه او نوصفه بطريقتين. ان نقول عليه انه هو عبارة عن particles، جزيئات، او wave. ممكن نقول عليه جزيئات، نقول عليه wave، موجات، جزيئات وموجات. الخلاف هذا كان شهير جدا في العصور السابقة، ان في اللي قال ان الشعاع، اي شعاع هو مثلا كده الضوء، هو عبارة عن جزيئات، وفي من جاء وقال له هو عبارة عن موجات. صارت خلاف كبير ما بين الاثنين، هل هو موجة هل هو جسيم، حتى تم اكتشافها بعد ان الضوء او الاشعة الالكترومغناطيسية اللي هو اختصارها EMR اللي هو الالكترومغناطيسية
يكون الاثنين جسيمات وويف. لو درسناه من ناحية الويف كموجة فحنجد أنه يتكون من اسمه من مجالان، مجال إلكترو كهربائي ومجال ماجنتيك مغناطيسي. المجالان متعامدان على بعضهما البعض، المجالان متعامدان على بعضهما البعض. وكيف نحكوا في الشكل قدامي، هذا هو المجال الإلكتريك فيلد، هذا هو الإلكتريك فيلد المجال، عفوا هذا الإلكتريك فيلد، هذا المجال الكهربي، وهذا الماجنتيك فيلد باللون الأسود، فهن اثنين متعامدان على بعضهما البعض. لاحظوا ان في حركة متذبذبة مستقيمة. الالكتروماجنتيك راديشن لو درسناه من كناحية موجة عند خواص تميزه، ونقدر نعرف شو النوع عن طريق هذه الخواص، او مش النوع، نقدر نحدد خواص الضوء هذا عن طريق نمبر 1 الويف لينث اللي هو طول الموجه، عن طريق الفريكوينسي، وعن طريق الويف نمبر، عن طريق الامبليتيود، عن طريق الفيلوسيتي يعني طول الموجه، التردد، عدد الموجات، الامبليتيود السعه اللي بنقول عليها، والفيلوسيتي اللي هو السرعه. هذه خواص خاصه بالضوء او بالالكتروماجنتيك راديشن اللي هو يدير لعملية فهم لشن خواص الشعاع العلمي. هندرس توا كل خاصية روحها، كل خاصية روحها. هنبدأ اول نقطة اللي هي الويف لينث، الطول الموجي، طول الموجي الموجي عفوا هو distance from one wave peak to the next، هو المسافة ما بين قمتين، بين قمتين متتاليين او حتى ما بين قاعان متتاليين. يعني طول الموجي هو مسافه بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين. هذا تعريف منو؟ تعريف ويف لينث، تعريف ويف لينث طول الموجي. الوحده بتاعها نانومتر، مش شرط تكون نانومتر، اي وحده طول متر، نانومتر، انجستروم، سنتيمتر، على حسب. نجي للنقطه الثانيه او الخاصية الثانية للفريكوينسي والتردد، هذا رمزة طبعا، هو عبارة عن عدد البيكات التي تمر في ثانية واحدة. عدد هذا ما بيك، هذا الروحة اسمها بيك، عدد البيك اللي تمر خلال ثانية واحدة. يعني نشوف في الثانية الواحدة كم عندي بيك، حتى كم عندي بيك، حتى بيقولوا عليها سايكل بير سكند، سايكل بير سكند. شنو وحدة؟ سكند ماينس 1 او هرتز، سكند ماينس 1 او هرتز. بعد نجي للويف نمبر، الويف نمبر هو مقلوب او معكوس الطول الموجي. يعني الويف نمبر هذا الرمزه طبعا ننسوش اللي فوق الشرطه يساوي 1 على طول الموجي، 1 على طول الموجي. وحده شنو؟ بما ان طول الموجي مثلا وحده نانومتر، حيكون نانومتر ناقص 1. هنا الوحده اعتبرناها ان هي سنتيمتر، فتجد سنتيمتر ناقص. بعد عندي تعريفين اللي هو الكريست وتروث. الكريست وتروث، الكريست هي the highest point of the wave، أعلى نقطة في الموجة، أعلى نقطة في الموجة هذا الكريست. لكن النقطة الأخرى اللي هي the lowest point of the wave، أقل نقطة في الموجة، أقل نقطة في الموجة. ننتقل للنقطة بعدها. عند اختلاف الوحدات من البحث قدامنا من انجستروم، متر، نانومتر، سنتيمتر، مايكرومتر، نقدر نستخدم على حسب الخط، حسب المعطيات اللي عندي نستخدم الوحده الخاصه في او بالطول الموجي، صحيح اللي هو الويف لينث. تمام. هنا ذا ويف لينث يونت for the ultraviolet and visible region of the spectrum is nanometer. لو هنا المنطقة الالترافايلوت ومنطقة الفيزيبل، شو نستخدم؟ نانوميتر. why؟ بينما نستخدم المايكروميتر
مفضلة هي لمنو للانفراريد ريجن، وعلى حسب المنطقة نستخدم نوع أو الوحدة الخاصة بالطول الموجودة. نجو لنقطة قبل الأخيرة في خواص الطول، خواص الشعاع الإلكترومغناطيك راديشن هو الأمبليتيود. شنو مقصود بالأمبليتيود؟ is the height of the wave is linear parameter. هاي هو ارتفاع البيك، البيك هذا بروحة أو الموجة هذه ارتفاعها هو هذا الامبليتيود، هو هذا السعة، سعة الموجة مقصود بها سعة الموجة. نبيك تفرق ما بين الامبليتيود والكريستلين باتري. كريستلين احنا شين قلنا؟ أعلى نقطة يصلها، أعلى نقطة وصل هنا معناها أعلى نقطة، وصل هنا معناها نقطة أعلى، وصل هنا وهكذا. لكن هنا امبليتيود هو هايت ارتفاع الموجة، يعني سعة الموجة. طبعا رمزة حرف الـ A. نجو بعدها لآخر نقطة تميز الإلكترومغناطيك راديشن هو الفيلوسيتي، السرعة، رمزها C. طبعا الرمز ده يختلف، ممكن C ممكن V V، وهو يعتمد على نوع الوسط الذي يمر من خلاله، نوع الوسط الذي يمر من خلاله. مثلا مر خلال الميديوم وسط كان زجاج مثلا هيكون سرعة مختلفة، لكن من المعروف أن سرعة الضوء في الفراغ 3 × 10 ثانية متر على الثانية، 3 × 10 ثانية متر على الثانية. أنا نشوف الأول ما عندي هو الفيلوسيتي، السرعة. السرعة شو تساوي؟ السرعة تساوي الويف لينث اللي هو طول الموجي مضروب بالتردد، سي يساوي لامدا في التردد. إذا قانون هذا نقدر نطلعه قانون لطول الموجي، طول الموجي يساوي السي على التردد، السرعة على التردد، السي على التردد، هذا القانون الثاني. ومن هذا القانون ممكن يوجد حتى التردد. التردد شنو يساوي؟ بيك تفكر معايا، يساوي صحيح يساوي السرعة مقسوم على الطول، السرعة مقسوم على طول الموجي. فمعنى عندي قانون اثنين، الثالث اللي انا اشتقيته توا. يجول القانون الاخير اللي هو كيف نحسب الويف نمبر. احنا قلنا الويف نمبر يساوي 1 على الطول الموجي. فلو حطينا، لو حولنا طول الموجي هنا وحطينا قانونه اللي موجود عندي في المربع هنا، شين هيقعد؟ هيقعد 1 قسمه سي قسمه التردد، مقام المقام بس هيطلع التردد لفوق. معناها الويف نمبر شين يساوي؟ يساوي التردد مقسوم على السرعه. في هذه الحاله نقدر هنا نوجد الويف نمبر بدلاله التردد والسرعه اذا لم يكن لدي، اذا لم يكن دائما الطول الموجي. فهذينا ثلاث قوانين الهامة في بخصوص الخواص. نلاحظوا هنا أو مش خواص المدى، عفوا، بخصوص الشعاع الإلكترومغناطيك راديشن. نلاحظوا هنا أن الويف نيتشر، طبعا هذين الخواص اللي قلناها توا خاصات بمنو؟ بالويف، بالموجة، خاصات بالموجة. نعتبر أن الضوء هو عبارة عن موجة. الويف نيتشر خاصية موجية للضوء ممكن يفسر لي نظريات مثل الانعكاس والانكسار والديفراكشن اللي هو الريفلكشن، ريفلكشن والريفراكشن والديفراكشن. فهذينا ظواهر يفسرها منو؟ النظرية الموجية للشعاع الإلكترومغناطيسي. نجو لـ example. أنا عندي FM راديو ستيشن، عندي محطة راديو FM برودكاست تبث طبعا 99.5 × 10^6 سايكل على السكند، سايكل على السكند. How to calculate the wavelength of the corresponding radio wave in vacuum. تمام، هذا السؤال. طبعا هنا على ما اعتقد قلت لك في المحاضرة ان المفروض يكون عندك استراتيجية معينة في الحاجة، ويفضل ديما طالب الاستراتيجية هذه. لما يجيك سؤال ضروري يكون عندك 4 استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى أنك تقرأ السؤال صح، لأن نص الإجابة في قراءة السؤال بشكل صحيح. الاستراتيجية الثانية أنك أنت تحط المعطيات على جنب بشكل صحيح بوحداتها بشكل صحيح. الاستراتيجية الثالثة لو كان عندي أنا تحويل، فضروري ندير هذا التحويل، نحول بعدها يجي له. الاستراتيجية الرابعة أني أنا نحط قانوني ونعوض بيه. هنا نقرأ السؤال. أنا عندي محطة راديو تبث عند 99.5 سايكل على السكند. أنا
اللي هو الفريكوينسي هو التردد. How to calculate احسب الويف لينث اللي هو الطول الموجي معناها مطلوب معناها الطول الموجي للراديو هذا لموجات الراديو ان فاكيوم. كلمة فاكيوم على طول بنعدي بيها لأن السرعة احنا قلنا السرعة سرعة الضوء في الفراغ كم؟ 3 × 10 سنتيمتر. معناها انا هيك عندي معطيين عندي تحويل ما عنديش تحويل متر على السكند تمام ما فيش مشكلة وانا ساكن على السكند ما فيش مشكلة تمام. نجي نحط قانون القانون شنو يحكي؟ الطول الموجي يساوي السرعة مقسوم على التردد كما خذيناه في الشريحة السابقة. السرعة كم؟ 3 × 10⁸ والتردد كم؟ 99.5 × 10⁶ مقسومات على بعض يطلع الناتج 3.015 متر. لاحظوا هنا ان الوحدة كانت بالمتر نضربكم بالنانو والمتر في الانجستروم او السنتيمتر فعلى حسب المعطيات انا نحدد شنو او شنو الوحدة في النهاية. انا عندي المعطيات كانت شنو في المتر على وحده اخرى اللي هناك نقول على هندرس الالكتروماجنتيك راديشن كبارتيكلز. انا لو انا درست الالكتروماجنتيك راديشن كجسيمات هنجد ان الشعاع الالكتروماجنتيك يتكون من حزم منفصله من الطاقه تسمى فوتونات. معناها لو احنا ندرس الشعاع هذا كجسيمات هو يتكون من حزم منفصلة من الطاقة تسمى فوتونات. هذه الفوتونات are particles هي عبارة عن جسيمات للضوء or quanta of light. ممكن نعتبرها ان particles جسيمات للضوء او quanta للضوء. بيك لانه في الكوانتا القديمة لكن مش الدوخة. فلما نقول لك فوتونات معناها انا اعتبرت الضوء كانه بارتكلز. كل فوتون يحمل طاقة. هذه الطاقة يكون رمزها اي. شن وحدتها؟ جول. فالاي شو تساوي؟ كل فوتون عنده طاقة. معناها طاقة الوحدة فوتون واحد شن طاقته؟ اي يساوي اتش مضروب في التردد. اتش مضروب في التردد. ما هو الاتش؟ اتش هو where h is the Planck's constant ثابت بلانك 6.6 × 10⁴ جول في السكند والتردد معروف. لما نجي نكتب انا القانون e يساوي h في التردد. التردد من قبل خدناه انه يساوي السرعه على طول الموجي فانا ممكن نحول التردد ونحط قانونه اللي هو السرعه على طول الموجي. لكن قاعد عندي كم قانون؟ عندي واحد قانون اول اثنين قانون ثاني. هذا القانون بدلاله منو؟ بدلاله التردد. القانون الثاني بدلاله منو؟ بدلاله السرعه وبدلاله طول الموجه. القانون هذا شنو هو بالحقيقه؟ هو عباره عن h مضروب في c مضروب في 1 على طول الموجه. واحد على طول الموجه شنو يخطر لك؟ صحيح يخطر لك على طول هو الويف نمبر. معناها انا نقدر نحول القانون هذا ونحط h في c في الويف نمبر. h في c في الويف نقدر نطلع الطاقة الخاصة بالفوتونات باستخدام بدلالة مرة التردد، المرة الثانية بدلالة السرعة وطول الموجي، والمرة الأخيرة بدلالة السرعة والويف نمبر. من القوانين اللي عندي أنا، هذا مختصر القوانين، الطاقة تتناسب تناسب نقط مع التردد، تناسب طردي ولا عكسي؟ صحيح تناسب طردي، ليش تناسب طردي؟ لأن كلما زاد التردد كلما زاد طاقة الشعاع. هذه نمبر 1 ونمبر 2 ببساطة أي شيء نجده في البسط معناه يتناسب تناسب طردي مع اللي مقابل له وأي شيء موجود في المقام معناه يتناسب تناسب عكسي مع المقابل له. هنا التردد موجود في البسط السرعة موجود في البسط معناها تناسب طردي مع الطاقة لكن الطول الموجي موجود في المقام معناه يكون تناسبه عكسي مع كلما زاد الطاقة كلما قل الطول الموجي. The greater energy the higher frequency. يعني كلما زاد الطاقة كلما زاد التردد. And والويف نمبر حتى هو يزيد. ولما يكون greater energy يعني الطاقة عالية معناها shorter wavelength معناها الموجي هيكون قليل.
هذه النظرية نجحت في تفسير بعض الظواهر مثل الابسوربيشن اللي هو الامتصاص والاميشن اللي هو الانبعاث. فكرة منو؟ فكرة الطبيعة، طبيعة الجسيمات للشعاع معناها من بدري خديرة لما يكون طبيعة الموجات، نجحت في تفسير ظواهر الانكسار والانعكاس وغيرها. هنا لما اعتبرنا ان الضوء عبارة عن جسيمات، نجح في تفسير ظواهر الابسوربيشن والاميشن والامتصاص والانبعاث. يجي الجزء انا نحبه على حقيقة وحب نشرحه وحتى نحس فيه جيد للطالب، اللي هو الكتروماغنتيك سبيكتروم، المضياف الالكترومغناطيسي. المضياف الالكترومغناطيسي نحن بدنا نحكي الالكترومغناطيك راديشن، او ممكن يقولوا عليه الالكترومغناطيك سبيكتروم، ويتكون من عدة مناطق. ومن بداية المحاضرة قلنا ان الضوء هو جزء من الالكترومغناطيك سبيكتروم. مما يتكون هو بالاساس؟ يتكون عندي من 1 2 3 4 5 6 7 سبع مناطق، 1 2 3 4 5 6 7 سبع مناطق يتكون من الالكترومغناطيك سبيكتروم. نلاحظ ان نحن كلما اتجهنا من يسارك الى اليمين يزيد الطول الموجي، معناها شنو يصير للطاقه؟ تقل ولا تزيد؟ صحيح تقل، الطاقه تقل، لان احنا قلنا في علاقه عكسيه ما بين طول الموجي والطاقه، معناها كلما اتجهنا من يسار الى يمين تزيد طول الموجي ويقل الطاقه، وكلما اتجهنا من يمين الى اليسار تزداد الطاقه والتردد والويف نمبر. اول نقطه. ثاني نقطه، يتكون السبيكتروم الخاص بالالكترومغناطيك راديشن من نمبر 1 اللي هي على يدك اليمين اللي هو اشعه الراديو. اشعه الراديو موجوده وين؟ موجوده في الجزء ذو الطاقه المنخفضه والطول الموجي المرتفع او العالي. هذا اشعه الراديو. اشعه الراديو طبعا معروفه، الراديو الموجود في السياره او موجود حتى في الاذاعه مثلا او حتى في التليفونات، في اللي يسمع من الراديو في التليفونات. كيف يشتغل؟ يشتغل عن طريق الاشعه او عن طريق ترددات الراديو. الى منطقة بعيدة، ممكن تحط على قناة معينة في الراديو، فنجد ان المدار تشتغل القناة مفيش تشوش، ممكن يشيك تشوش تشويش بسيط لكن مستمر. ليش؟ لان طول الموج بتاعها عالي، المصدر يطلع في قناة الراديو اللي عندي هذه عند طول موج عالي يغطي منطقة كبيرة جدا. احنا حنستخدمه بالمتر، الويف لينت بتاعه حنستخدمه بالمتر، نلاحظ ان حنستخدمه بالمتر. طبعا اشعه الراديو اشهر مثال عليها استخدام اللي هو الكوميونيكيشن، تستخدم في الكوميونيكيشن في الاتصالات بشكل كبير. بعدها يجي المنطقه الثانيه اللي هي منطقه المايكرويف. المايكرويف اول ما يكون مايكرويف على طول يخطر في بالنا المايكرويف موجود عندنا في المطبخ والذي يستخدم لتسخين الطعام. المايكرويف يجي بعد الراديو مباشره، حيكون تردده وطاقته اعلى من الراديو، ولكن طول الموج بتاعه حيكون اقل من الراديو. تفضيل على النقطه هذه. طبعا المايكرويف وين يستخدم؟ يستخدم استخدام الاساسي بتاعه في المطبخ، بالاضافه لاستخدامه في الكوميونيكيشن في الاتصالات. بعد نجي على طول منطقه الانفراريد. بطبيعه الحال حتزيد الطاقه وتزيد التردد ويختلف الطول الموجي عن المايكرويف والراديو. الانفراريد المصدر بتاعه اي جسم سخن ممكن يعطينا الانفراريد. بعد جي المنطقة اللي نحنا مهتمين بيها ونحبوها اللي هي منطقة الفيزبل، المنطقة المرئية. هذا ضوء الشمس العادي، هذه منطقتنا نحنا، منطقة نشوف فيها بعيوننا، نقدر هي المنطقة الوحيدة اللي نقدر نشوفها بعيوننا. طبعا هذه منطقة الفيزبل، وهي المنطقة الوحيدة، نلاحظوا ثلاثة ظواهر، ومنطقة الوحيدة اللي يشوفوا بها جميع الالوان. نلاحظوا المنطقه الوحيده اللي من هنا نشوف وردوا، المنطقه الوحيده اللي فيها ضوء، اللي فيها عفوا الوان، جميع الالوان الموجوده نقدر نشوفوها بالعين المجرد. بعدها على طول نجوا للالترا فايلوت اللي هي الاشعه البنفسجيه. الالترا فايلوت ذات طاقه عاليه وتردد عالي وطول موجي قصير، وهي خطيره
الأخير على جسم الإنسان بعد نبوض جين إكس راي أخضر على الإنسان، لأن طاقتها عالية جدا وطولها الموجي قصير، ومن ثم جين أخضر على الأطلاق اللي هي الجاما راي اللي تؤثر على حتى أنوية المواد. وكما شرحنا نحن وحكينا حتى في المحاضرة السابقة معقداها إن تحكي إن تستخدم في العلاج الدموي لمرضى السرطان وغيره من الاستخدامات. هذه سبع مناطق، هذه سبع مناطق هي الالكترومغنتيك راديشن، الالكترومغنتيك سبيكتروم. كل منطقة الالكترومغنتيك سبيكتروم، كل منطقة تغير في شيء. نبي نوصل لمعلومة إن أي شيء يتعرض لي أي منطقة المناطق السبعة اللي حكينا عليها حتصير لها حاجة، حتصير لها شيء معين في الإلكترونات التي يتكون منها أو حتى في النواة. طبعا أول منطقة، منطقة الراديو، شنو تؤدي لما أنا أتعرض لأشعة راديو عالية؟ حتؤدي إلى change in the spin of electrons or protons. Change in the spin of electrons or protons هيؤدي في تغيير السبين للإلكترونات أو للبروتون. شيء بسيط، مش تغيير كبير، مش هيأثر بشكل كبير على الـ على المادة اللي تعرض لها، لكن هيؤدي إلى تغيير بسيط في السبين. لو انتقلنا منطقة المايكرويف، المايكرويف شنو يدير؟ يدير في عملية روتيشن، يدير في عملية روتيشن، دوران. يعني الإلكترونات الخارجية الموجودة في لفة الكف الأخير يصير لها عملية دوران لما تعرض للمايكرويف، وكي يصير عملية بعد على طول يصير عملية الاهتزاز، وكي يتم تسخين الطعام في المايكرويف. جزيئات الطعام كيف تسخن؟ إنه يصير عملية روتيشن، إلكترونات الطعام تدور، يصير عملية اهتزاز بعدها، الاهتزاز وجنب إلكترون جنب إلكترون، قطر الاهتزاز هيؤدي لوجود احتكاك، هيؤدي إلى درجة حرارة وبالتالي تسخين الطعام. فهذه فكرة المايكرويف. فأنا في المايكرويف حيصير عندي عملية الروتيشن، بعدها يجي عملية الفايبريشن اللي هو في منطقة منو؟ الانفراريد، الانفراريد تحت الحمراء، الأشعة تحت الحمراء. الأشعة تحت الحمراء يدي لما يتعرض لها واجد بتؤدي إلى حدوث فايبريشن، اهتزاز للإلكترونات في غلاف مدار التكافؤ الأخير. تمام، معناها انا يصير عندي روتيشن ثم فايبريشن. لاحظوا ان نمبر 1 شينج في السبين، تغير في السبين، بعد يصير عندي روتيشن دوران، بعد يصير عندي فايبريشن اللي هو اهتزاز. فنجي لمنطقه الفيزيبل والالترا فايلوت والاشعه فوق البنفسجيه والمنطقه المرئيه، شنو تدير؟ تدي في عمليه الكترونيك اكسايتيشن، انتقال او اثاره الكترونيه. كيف؟ ان الالكترونات في غلاف التكافؤ الاخير تحصل على كمية طاقة عالية تؤدي إلى انتقالها من المستويات الأرضية إلى المستويات المثارة، تؤدي إلى انتقال المستويات الأرضية إلى المستويات المثارة. ففي هذه الحالة يحدث عندنا electronic excitation إثارة إلكترونية، وتحدث تحت ألترا فايلت وفي الفيزيبل. بعد نجي لمنطقة التالية اللي هي الإكس راي. الطاقة العالية هذه تؤدي إلى حدوث ejection of inner shell electron والbond breaking and ionization، إن يصير عملية فصل أو ejection، نزع الإلكترونات الموجودة وين؟ في قريبة من النواة الداخلية. إحنا كلها الاهتزاز والانتقال والإثارة وين يصير؟ يصير إلكترونات غلاف التكافؤ الأخير، لكن في الإكس راي وين توصل؟ توصل حتى لداخل الإلكترونات الداخلية وتدير لعملية كسر للروابط ما بين الإلكترونات، كسر الروابط ما بين الإلكترونات. ليش؟ طاقة عالية جدا، كلما زادت الطاقة كلما زادت الطاقة كلما زادت القدرة على القيام بشيء كبير للمادة اللي عندي. آخر نقطة اللي هي جاما راي اللي هي أخطرها وأقواها. ليش أخطر وليش أقوى؟ لأن عندها طاقة عالية جدا. شنو يدير من قوتها؟ يخش على الإلكترونات ويطلع من الإلكترونات ويصل حتى لعند قلب المادة
اللي هو الذرة اللي هو النواة عفوا قلب الذرة اللي هو النواة بيؤدي إلى حدوث change in nuclear configuration تغير في configuration أو التركيب النووي. فهذا هو يعتبر خطير جدا. يستخدم الإكس راي أو الجاما راي عفوا يستخدم في علاج الخلايا وتفتيت الخلايا السرطانية في المجال الطبي طبعا. فهذا بصفة عامة شرح لما يحدث في كل منطقة أو بصفة خاصة شرح لما يحدث في كل منطقة. لكن ضرورة نقول لك نقطة تفهمها إن باش نوصل للإلكترونيك إكسايتيشن ضروري يمر بمرحلة الشينج بسبين ومرحلة الدوران ومرحلة الاهتزاز. باش نوصل لمنطقة الشينج في النقلة ضروري يمر بمرحلة واحد واثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني هدينا مراحل ورابعة. هيك شرحت بشكل كامل شن يتكون الالكتروماغنتيك سبيكتروم وكل منطقة وكل منطقة شن يصير فيها والله. وهنا نفس القصة نفس إعادة الكلام التثبيت أنا نيكولار سبين روتيشن فايبريشن بالانس الكترون اللي هو ترانزيشن انتقال كور ليبر الكترون اللي هو الالكترون الداخلية يصير لها تغير وهنا يصير تغير نووي. فضروري تكون كل منطقة عندك علم شن يصير فيها شن هنا في جدول عندي مقارنة في ما بين كل نوع من أنواع السبعة من ناحية الويف لينث كل موجي من ناحية التردد من ناحية طبعا الكلام اللي قلته أنا هو نفس الكلام اللي أنا قلته بنعاود بشكل سريع. راديو ويف ار ذا لوست فريكونسي وأقل تردد طبعا وأقل طاقة من في الإلكترومغنتيك سبيكتروم ويستخدم عادة في الكوميونيكيشن في الاتصالات. طبعا ممكن نحصل على أشعة الراديو عن طريق أنواع متعددة من الترانسميتر اللي هو الترانسميتر مش عارف نقوله بالعربي اللي هو ممكن كمصدر للراديو. طبعا هذا يعتمد على الويف لينث. كمان ممكن نحصله عليها من منوم الستارز من النجوم والسبارك حتى هي ممكن تكون مصدر للراديو. المايكرويف راديشن أشعة المايكرويف هاي فريكوينسي لها تردد اعلى من الراديو ونفس القصه من انواع ممكن نحصل عليها من ترانسميتر مختلف. المايكرويف تؤدي الى ان جزيئات المياه والفات تؤدي الى الاهتزاز وبالتالي تؤدي الى ان يكون الطعام او السبستانس هوت يعني تسخن. عشان هيك نحن نستخدم المايكرويف في كوك ميني تايب اوف فود منطقة جي قبل الفيزيبل على طول والانفرا معناها بيلو طبعا الانفرا معناها قبل بيلو. انت ممكن you probably think of infrared waves as heat as heat يعني عبارة حرارة صح because they are given off by hot object. هنا مش نحصل على اشعة الانفرارد يمكن نحصل عليها من منو من تسخين من الاش من الجسيمات الساخنة فهذه مصدر للانفرارد. ممكن كذا نحصل عليها من الستار من النجوم من اللمبات لامس من الكلينز من الذهب واي شيء ممكن يكون ساخن حتى including you يعني انت لو وصلت درجة حرارة درجة عالية ممكن حتى ينشع منك قليل من الانفراد. المنطقة الاخرى هي الفيزيبل لايت منطقة المرئية هي المنطقة الوحيدة اللي ممكن انا اشوفها عن طريق العين وهي تطلق عليها الفيزيبل لايت. طبعا هي عبارة عن وايت لايت هي عبارة عن شعاع ابيض. الشعاع الابيض هذا حقيقة هو مصنوع من انواع الوان مختلفة من الوان مختلفة ميكس توجذر مختلطة في بعضها. ممكن نعرف الموضوع هذا وممكن نعرف الحقيقة هذه انت في الشكل اللي قدامي هنا. هنا لما مررنا الوايت عفوا اللايت بتاع الابيض لما مروه على منشور او بريزم شنو يدير البريزم هذا يفصل الشعاع العلمي لمكونات اعطاني هاي لون احمر اصفر اصفر بنفسجي وهكذا. كل منطقة مكونة للوايت وهذا ميكس كلر للشعاع الابيض اللي عندي. ملاحظة معينة هنا طول الموجين هنا the violet light is bent the violet light is bent more than the red
الشعاع البنفسجي بنت منحني اكثر من الاحمر. ليش؟ لان عندها طول موجي اقصر من اللون الاحمر. لاحظوا ان اللون البنفسجي هو الوطة. صار لبنت اكثر من يعني صار لانحناء اكثر من اللون الاحمر. الاحمر فوق البنفسجي الوطة. ليش؟ لان طول الموجي بتاع الفايلوت اقل من طول الموجي بتاع الاحمر. اخر نوع عندي احكي عليه انا هو الالترا فايلوت راديشن. الترا فايلوت راديشن ليش تحصلوا عليه؟ ضروري من عندي مصدر سبيشال سورس، مصدر خاص. مثلا اشعه الشمس تكون مصدر هام جدا للاشعه الفوق بنفسجيه. طبعا اختصارها UV. هي اكثر اعلى طاقه واعلى طاقه من منو من فوق العادي، ولكن اكثر في الويف ليت طول الموجه. فهي هنا الالترا فايلوت رينج، المنطقه بتاع الالترا فايلوت تبدا من طول موجي من 10 ل 380 نانومتر. لكن في الكيمياء التحليليه او في التحليليه نستخدم في العاده من 190 ل 300 نانومتر. وهذه المنطقه شو تسمى؟ تسمى نير الترا فايلوت او كوارتز يو في ريجن. معناها عند مدى واسع من 10 ل 380 نانومتر، لكن يستخدم في التحليليه بشكل كبير اللي هو من 190 ل 380 نانومتر. هنا عندي معلومه اضافيه لوطة. شورتر ويف لينث يعني طول موجي قصير، معناها عند انرجي عالي. That's why the ultraviolet radiation from the sun burn you. وهذا هو السبب ان لما تعرض للشمس يؤدي ان الشمس تحرق عن طريق الالترافايلوت. Sun cream lotion او اللوشن او الكريم اللي يتم استخدامها كمضاد للشمس، شن يحتوي؟ يحتوي على مواد. هذه المواد تقوم بامتصاص اشعه اليو في اللي جايه من الشمس وتمنعها من الوصول الى الجلد، وبالتالي تحمي الجلد من حدوث اي حرق او اي حروق خاصه بها. فهنا ليش اللوشن الخاص باشعه الشمس نستخدمها؟ لانها تعمل على حمايه الجسم من الشمسية. هكي ان شاء الله نكون كملنا شابتر 1، تعرفنا على عملية السبكتروسكوبي، وتعرفنا على خواص الاشعة الالكترونية سواء كان موجية او جسيمية، وعرفنا كل نوع، وعرفنا مما يتكون الالكترومغنتيك سبكتروم بالتفصيل، كل نقطة وشين فكرة كل نقطة فيها. الجزء الثاني ان شاء الله في خلال اليومين الجايات هنحكي فيه على كيف يتفاعل الضوء مع المادة. وان شاء الله تكون استفدتوا من اول محاضرة، ولو في اي استفسارات ممكن عن طريق التليجرام او الفيس تستفسروا اعزائي الطلبة، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.